البداية من إسبانيا، حيث منحت النتائج النهائية المؤقتة للانتخابات التشريعية المبكرة الصدارة لحزب الشعب اليميني بحوالي 33% من الأصوات و136 مقعدا في مجلس النواب. يليه الحزب الاشتراكي العمالي ب 31.7% من الأصوات و122 مقعدا، وحل حزب فوكس اليميني المتطرف ثالثا ب 12.40% من الأصوات و 33 مقعدا، ثم الحزب اليساري الراديكالي سومار رابعا بعد حصوله على 12.29% و 31 مقعدا. وقد بادر زعيم الحزب الاشتراكي العمالي بيدرو سانشيز إلى التعبير عن ارتياحه للنتائج التي حققها اليسار، قائلا إن اليمين واليمين المتطرف هزما في هذه الانتخابات بالنظر إلى فشلهما في الحصول على الأغلبية المطلوبة في المجلس والمحددة في 176 مقعدا. ومتابعة للموضوع معنا مباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد المحلل السياسي والكاتب الباحث في الشأن الإسباني الأستاذ عبد الحميد الباجوقي. أستاذ باجوقي، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أستاذ باجوقي، هناك انطباع بأن هذه الانتخابات لم تحسم الموقف بالرغم من التقدم الكبير الذي حققه الحزب الشعبي. طبعا هي لن تحسم الموقف لصالح الحزب الشعبي أو لصالح احتمال تشكيل حكومة ائتلافية يمينية كما كان يطمح الحزب الشعبي طبعا مع حليفه من اليمين المتطرف فوكس، وكانت كل استطلاعات الرأي تقريبا تشير إلى هذا الاحتمال على أنه من أكبر الاحتمالات الممكنة. لكن المفاجأة أن الحزب الاشتراكي وحليفه سومر الذي هو وريد بوديموس، الحزب الذي الآن هو في الحكومة الائتلافية الحالية مع بيدرو سانشيز، كان أو أعطانا مفاجأة حصول أو ما يسمى في اللغة الرياضية بالريمونتادا، باستعادة النفس والحصول على نتائج مذهلة بالمقارنة مع الاحتمالات والانهيار المحتمل بعد نتائج 28 ماي الفارطة في الانتخابات الجهوية والمحلية. الحزب الاشتراكي حقق فوزا بمقعدين إضافيين على المقاعد التي حصل عليها سنة 2019. إذن نحن أمام مشهد كما تم التعبير عنه في بعض المنابر الإسبانية بالنصر العقيم للحزب الشعبي أو النصر بطعم الهزيمة. يعني هناك عدد. أستاذ باجوقي، كيف تفسر هذا النجاح وهذا التقدم للحزب الاشتراكي؟ التفسير الوحيد والذي تقريبا عليه إجماع الآن في عدد أغلب المحللين أن الحزب الاشتراكي استطاع أن يحرك وأن يستنفر الناخب التقدمي بشكل عام أو الناخب الذي يثق فيه، وكذلك استطاع أن يستنفر الناخبين التقليديين الذين أحيانا كانوا يتحركون بين اليمين واليسار، ما يسمى بالناخب الوسطي بين اليسار واليمين، أمام خوف وصول حكومة ائتلافية مع حزب يهدد بإلغاء الجهوية على مستوى إسبانيا، يهدد بالتراجع على مجموعة من القرارات والتشريعات المهمة التي كانت لها نتائج إيجابية على الحياة الاجتماعية للإنسان الإسباني. إذن كانت ردة فعل قوية لم ينتظرها الحزب الشعبي. الحزب الشعبي كان مساهما في تحريك واستنفار الناخب اليساري أو الناخب التقليدي للحزب الاشتراكي وحليفه اليساري، وكانت النتائج بهذا الشكل الذي رأيناه والذي تعتبر نتائج غير محتملة، لم تكن محتملة، لكن الآن الواقع الذي بناء عليه سيتم تشكيل الحكومة القادمة. طيب، في تقدير الحكومة نعم، هذه الأرقام أو هذه النتائج الغير متوقعة كما تقول وهذا نجاح الحزب الاشتراكي خلال هذه الانتخابات، حدثنا عن السيناريوهات المحتملة الآن. طبعا السيناريوهات المحتملة الآن أن الحزب الشعبي
ولذا يسمى نصره بنصر العقيم ب 136 مقعد، يعني أضاف ما يقرب عن 49 مقعد بالإضافة إلى المقاعد التي كانت عنده سابقا من 89 إلى 136. لن يستطيع تشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية، والأغلبية تتطلب 176 مقعد من برلمان يتشكل من 350 مقعد، وبالتالي سيحتاج إلى تحالفات، إلى دعم الأحزاب الجهوية بالخصوص، لكن الأحزاب الجهوية كلها بما فيها اليمين الوسط الجهوي في الباسك أو في كاتالونيا أو غيرها لا تريد أن تدعم حكومة يمينية مع يمين متحالفة مع يمين متطرف كما هو بوكس. فقط الحزب الاشتراكي ب 122 مقعد بالإضافة إلى 31 مقعد لسومر قادر على إقناع هذه الأحزاب، بل هذه الأحزاب عبرت أغلبها استعدادها لدعم تشكيل حكومة ائتلافية يسارية. ويبقى المفتاح الأخير هو حزب يميني في كاتالونيا، في كاتالونيا زعيمه الآن لاجئ في برشلونة في بلجيكا، والذي كان زعيما للانفصال أو للاستفتاء في الغير القانوني في كاتالونيا سابقا. هذا له 6 مقاعد، وامتناعه عن التصويت سيسهل عملية تشكيل الحكومة. والمفاوضات على ما يبدو في كل التحاليل الآن على مستوى إسبانيا تؤكد أنها جارية في هذا الاتجاه، لأنه لن يسمح أو لن تسمح هذه الأحزاب بإمكانية تشكيل حكومة ائتلافية يمينية تهددها. هذا هو المشهد، هذا الاحتمال الأول الأكيد بنسبة 80%. طبعا الاحتمال الثاني أن لا يتم هذا الامتناع عن التصويت، وإن لم يتم قد لا تتشكل الحكومة، وإن لم تتشكل الحكومة في محاولات متعددة سنكون أمام الاحتمال الثاني، هي انتخابات، ليس انتخابات سابقة لأوانها بل إعادة الانتخابات من جديد كما ينص على ذلك الدستور الإسباني، بعد 4 أشهر من عجز الأحزاب عن تشكيل حكومة تتمتع بأغلبية في البرلمان. احتمال تشكيل حكومة من طرف اليمين هو ربما بنسبة 1%، مستحيل تقريبا أن يتم، لكن اليمين أعتقد فيخو زعيم الحزب الآن سيحاول مع رئيس الدولة أن يمنحه حق الأول، الحق الأول في التشكيل أو في محاولة تشكيل الحكومة. من مدريد المحلل السياسي والكاتب الباحث في الشأن الإسباني الأستاذ عبد الحميد البجوقي، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.